واش صباح الخير الدراري، معكم سيمو في فيديو جديد. الا كنتي كتفرج بدا صباح صباح الخير، كنتي كتفرج بالليل مساء الخير، المهم على حسب الوقيته انت فاش كاين. اليوم جيت لكم في فيديو جديد عاوتاني في هذه السلسله اللي بدينا ديال كيفاش تبريكولي اي حاجه فابور وتقاد كل شيء من عندك. تبريكولي كل شيء ديالك اي حاجه زيرو درهم. الفيديو ديال اليوم غادي ندوي فيه الدراري على لي فاكسان، البارح كيفاش دير الفاكسان الكبير ديالك باقل ثمن تدير عليه فابور ما تخلص فيه حتى شي ثمن دغيا. باقي قبل ما نبداو الدراري نشكركم بعدا على اش نقول لكم على موتيفاسيون اللي عطيتوني، كومونتيرات زوينين اللي كتبتو ليا، لي لايك، لي فيو غاديين كيطلعوا في لاشين، حتى لي زابوني غاديين تبارك الله وكيطلعوا. فاللي بغيت نطلب منكم الا كان الفيديو ديالي كيعجبك شاركوا، عندك صحابك حتى هما مربين كلاب صيفط ليهم بارطاجي معاهم وكل شيء، بارطاجي الفيديو وان شاء الله غادي تجي شي حاجه اللي هاربه، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه ان شاء الله يا سيدي ربي غادي تنفعك وغادي تنفعني وغادي تنفع كاع الموالين ان شاء الله يا سيدي ربي. كيف كتشوفوا دابا خارج الصباح بكري انا كاين هاربين على البشر، انا في فيغاس راه هو داك فيغاس اش او 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 اش او هذا كيف كتشوف في الوقت ديالنا. خرجت شويه الصباح بكري باش ندير لكم فيديو على خاطري بدلو الروشن ديال داك البيت ديما مخشيين في البيت 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 ديما 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 خرجوا شويه على فرن نصوروا الاضاءه ديال الله يعني الشمس نصوروا الاضاءه ديال الله كلشي بخير وعلى خير. قلت لكم غادي ندوي على البلان ديال لي فاكسا، خليكم مع الفيديو تفرجوا في السيناريو كيفاش غادي يكون داكشي وهذا. قبل ما ندوز نخليكم تشوفوا لي كومونتير زوينين، لي كومونتي شو لينا انا رجعت لكم اخوتي عاوتاني. غادي تشوفوا البلاصه تبدلات، ما بقيتش فين كنت هذا تما كنت بقيت تندوي تندوي شرحت حتى عييت في الاخر لقيت سميتو كانت الصوت مسموع، كان الريح كيصوت الصوت ما تسمعش مزيان وهذا، وما كانش فيه اللي عاود يصور في داك الصباح جيت تحت ناس نيشان. فالمهم اخوتي اليوم باش غادي نكمل لكم البلان اللي قلت لكم ديال الفاكسان فابور، فانا كندوي لكم بالضبط على الفاكسان ديال تلاغاج ماشي اي فاكسان واحد اخرى، كندوي لكم بالضبط على الفاكسان ديال تلاغاج وهي تقريبا اللي نقدر نقول لك اهم فاكسان، اهم فاكسان تقدر ديرها ملي الكلب ديالك لاقاش هي اللي كيراه هي اللي كتعني الرخصة ديال الكلب، هي كلشي في الوراق، هي اللي كتحميك بان الا وقفك شي بوليسي ولا شي مخزني ولا شي واحد قلب لك الوريقات ديال الكلب خصو يلقى الكلب داير داك الفاكسان ديال تلاغاج، وهاديك اللي يقدر يعاقب عليها القانون هي اللي كتحمي لك الكلب الى عطى شي واحد، سمحوا لي وهي اللي كتحمي الكلب الى عطى شي واحد فهمت اخوتي. وباقي غادي ندوي على حساب الفاكسان ديال الباروتي كيفاش، المهم فين تقدر دير هاد الفاكسان ديال تلاغاج هادي، ما غاديش تمشي ديرها عند الفيترينير العادي اللي كتعرف لي بريفي اللي كيديروا لي زاجونس ديالهم في الشارع وكذا، المهم تيكونوا معروفين غاديرهم عند سميتو ها هو ده عندي هناك الكارن ديالهم عند المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. شنو هو هاد المكتب فين تقدر تلقاه؟ هاد المكتب هذا الأعضاء ديال هاد المكتب هما اللي كيتكلفوا بالمراقبة ديال المواد الغذائية، هما اللي كيكونوا عند الخضارة، هما اللي كيراقبوا اللحم اللي كتدخل، هما اللي كيمشيو للفيرمات ديال البقر اللي تيديروا لي فاكسان البقر اللي كيراقبوا الجمال، هما اللي كيديروا ديك الطانكر للخرفان حيت يقرب العيد الكبير. هادو هما كيكونوا عندهم مجموعة ديال الأطباء البيطريين اللي تيديروا هاد الفاكسان هادي فابور، يعني تقدر تمشي عندو ديما داك الكليب ديالك ولا يكون ديال الفاكسان ديال تلاغاج غادي يدكها لك فابور. فكيعطيو الكارني بحال هدا راه السمية ديالتو معروف يعني الإختصار ديالها هو لونسا. دابا نصور لكم حتى كنمشي التصويرة ديالتو ملي كنا نطلع لكم شي تصويرة باش تشوفو اللوغو ديالهم كيديرو هدا وراه غادي تكونو عارفين. كيف قلت لكم هادي راه تلاتة ديال الكارنيات يعني بحال هكا تيعطيو في الكارني، هانتوما كتكون تشوفو فيه هنا تلقيح ديال غذاء الكلاب شتو كي داير هكا تيكون هذا الكارني ديال فيغاس ديال الكلب ديالي، كتشوف كتحلو هنا كتلقاني شي لي زانفورماسيون ديالو كاين المعلومات السمية فين كتسكن لاكارت ناسيونال، يعني كاين المعلومات ديال الكلب والتاريخ فاش دكا البرا وديك اللصقة ديال الكلب، يعني كاين هادو ديال الكلبة الأخرى ديال تي فيكي لاقاش عندي جوج، يعني كاين عندي فيغاس وكاين عندي فيكي. كي كتشوفوني نفس البلان يعني كاين لي زانفورماسيون ديالي، يعني كاين كتلقى التصويرة ديال الكلب او التاريخ فاش دكات الفاكسون هذا انا ما درتش هذيك اللصقه هنا كاين واش تسالات عنده ولا ما عرفتش ما عرفتش اشنو. وهنا كيف كتشوفوا عندي هنا كاين عندي هذا انا اللي لصقتو من الرابيل ديال فيرميفيج و نيكس كارد ديك الفريدة اللي كتقضي على الكراد، ولا بغيتو شي موضوع عاوتاني على الكراد عندي لكم حتى هو عندي دويات اللي رخاصه 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 رخاص بزاف اقصى درجه ما كيكونوش 20 درهم باش تقدر تقضي على الكراد،
بصفة هي الصيف كله يدوز عندك بخير وعلى خير. المهم على اي كيف كتشوفوا هذا كارني اخر ديال واحد الدري صاحبي الله يذكره بخير حتى هو نتوما كيف كتشوفوا لي زانفورماسيون ديالو ها هو اش داير الفاكسين ويكي مخلف هذا الكارني جوج ديال الكراد ها سميتو الكلب الاول حتى هو التاريخ ديال الفاكسين ديالو وكلشي ها نتوما كيف قلت لكم هاد الفاكسين هادي كديروها فابور 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 ما كتخلصو فيها التارية. بالنسبة للفاكسين الاخرين الا بغيتو ديروهم وطلعو لكم رخاص يعني كندويو على العموم على الفاكسين ديال البارفو لاقاش هذا هو الموضوع اللي كيهم كلشي لاقاش كلشي يخاف من البارفو والكابوس اللي اكبر عند موربين هو البارفو يعني يقدر يضرب فيك الكلب ديالك ما تيقش به سيمانه يموت لك الكلب ديالك تصدق ضايع فيه انت ولفتيه انت شاري شي بالفلوس عاوتاني وهذا وغادي تصدق ضايع فيه يعني ما تديش الا بغيتي تقتصد من هذه الناحيه هذه ملي يلاه تجيب الكلب ديالك حاول ما تخرجوش بزاف في ذاك الاول ما تخرجوش بزاف ما حتى حاجه خليه في الدار ديك الشهرين الاولانيه وغادي تمشي تشري شوف انت على حسب شدي ديك الفاكسان ديرها ما بغيتيش ديرها ما ديرهاش ماشي ضروري ما غادي يطرا حتى شي حاجه للكلب ديالك عطيه الوقايه من حتى الكلب شي كبر المناعه ديالو كاش قوى وما كانش غادي يضربوا البارفو انا الكلاب ديالي توعدتو ما داير ليه الفاكسان ديال البارفو و كان عندي واحد الخلفيه على البارفو كنضرب ليه واحد الكليبه ديالتي كانت عندي تي دابا نعاود لكم لي صور ديالها وداوتها وداوت شحال من الكلب كان فيه البارفو من باقي ندير لكم حلقه واحده اخرى غنتخصصوا فيها بالضبط على البارفو ندويو على البارفو مزيان المهم قلت لكم غادي تحاول تخلي الكلب ديالك ما تخرجوش بزاف ديك الايام الاولانيه تيولف عندك الدار غادي تمشي اقرب فرماسيه ليك اللي ماشي فرماسيه اللي تبيع الادويه البيطريه وتقول ليه باش عافاك الفاكسان ديال السي بي اش ال ما تاكلش من المعلومه بالضبط واقع على السي بي اش ال المهم غادي تقدري تاكد منها ونحط لكم الصوره ديال جهنيه كاين راه هي اللي تكون فيها جوج قريعات كتكون قريعه فيها غبره وقريعه فيها بحال الماء كتخلص ديك القريعه اللي فيها الماء كتخلطها مع القريعه اللي فيها الغبره وكتخلطهم مزيان وكتجبدها وكدكها للكلب شوف انت وانت اللي بغيتي تقدر تجيب فيهم اربعه اللي هما فاكسان تكون فيها جوج جوج ودي ليه الاولى ورا 15 يوم ولا 20 يوم ولا 25 يوم على حساب كتعاود دير ليه الرابطه تقدر دير ليه وحده ما كان حتى شي مشكل تقدر ما ديرهاش لاقاش انا وبالنسبه للمميزات ديال هذه القضيه هذه انك كتشري فاكسان هادو كتشريهم تقدر تجيبهم على ما كان 70 درهم الثمن ديالهم 70 درهم 80 درهم هذا هو الثمن ديالهم غتجيبهم غدكهم للكليب ديالك راسك ما عرفتيش دكهم غتمشي عند هادو الناس ديال لونسا غادي يدكوها ليك فابور ما تخلص فيها الشريه ما حتى شي حاجه كيف قلت لكم حسن مني غتمشي عند البيطاري عاوتاني وتخلص واحد 4000 ريال باش دير فاكسان وحده وسير عاوتاني دير فاكسان ثاني 8000 ريال عوض ما تحط 8000 ريال ندير الفاكسان والرابيل ديالها تحط ثمن رخيص وتقدر تانفيستي دوك الفلوس الاخرين تجيب بهم خشبه ديال الكروكيت تقد بهم شي حاجه للكليب ديالك من ناحيه واحده اخرى فكنتمنى اخوتي ان هذا الفيديو هذا يكون الاعجاب ديالكم تكونوا استفدتوا فيه معايا شي شويه وسمحوا لي الا نسيت شي حاجه لاخاطر راه كنهضر سبونطاني ما موش حتى شي حاجه جاي حط التليفون تيصور وكنهضر نيشان فرحتوني بزاف بلي كومونتير ديالكم وبالمناسبه الا بغيتوا لي كومونتير ديالكم حتى هما يبداو يدوزوا بحال لي كومونتير ديال الدراري اللي دوزوا قبيله كومونتير شي كومونتير زوين الا خايب ما عنديش مشكل غادي ندوز ان شاء الله في البدايه ديال الفيديو الا عجبك الفيديو ما تنساش واحد لايك الا ما عجبكش الفيديو دير ديسلايك واهم اهم حاجه هي دير ابوني تابوني معايا خوتي راه قربنا ل 100 ابوني وان شاء الله علاش نوصلوا 1000 ابوني ونزيدو نكبروا لاشين ونكبروا الشمل عاوتاني بالمناسبه غنوصلوا 1000 ابوني كاينه جيف اوي ماشي واحد ماشي جوج اللي غادي يربحوا فيها غادي يربحوا فيها اربعه ديال الدراري خنيشات ديال الكروكيت ان شاء الله يا ربي فالدراري عجبكم الفيديو